يجب مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي؟ ما مدى الرقابة المطلوبة وما هو الحد الفاصل بين الرقابة والتقييد على حرية الرأي؟ يعني الضوابط والقوانين تستخدم مثلا في الدول الأوروبية تستخدم بطريقة رشيئة ولا يتم التعسف في استخدامها، لكن في بلادنا في الدول النامية تستخدم هذه الضوابط ليس للحد من الأكاذيب بل للحد من حرية الرأي ولكتم الآراء المعارضة فقط. فاطمة عبر خدمة سكايب من الدوحة المدونة الكويتية لولو الخطاف، أهلا بك. طبعا لا يزال هذا الموضوع محل جدال كبير بين الأكاديميين والقانونيين وما شابه ذلك وصناع أيضا السياسات، فضلا عن العامة من الشعوب اللي تتابع أو حتى تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. لكن هناك أساسا من يرى في وجهة نظر أن هناك طغيان كبير في التعبير عن حرية الرأي الكلمة، لذلك يجب أن يقنن. أما الطرف الآخر يشوف أن القانون هو مفيد للتعبير عن الرأي و. لكن بكل تأكيد أن هناك سلبيات وإيجابيات، لكن لما نتكلم عن لولو هي ما بين هذا وذاك، فالأمر نسبي نوعا ما في هذا الموضوع. أنا مع التقنين طبعا، بس مش مع فرض القيود. بس أنا شو أبغى أقول لك أن كل حاجة أول ما تنزل لها جانب سلبي وجانب إيجابي، ونفس الشيء بالنسبة حق مواقع التواصل الاجتماعي. يعني الناس مثلا الحين كلها تسوق سيارات، بس في قوانين للمرور، صح ولا لا؟ وسائل التواصل الاجتماعي لم تخلق أسباب الغضب، لم تخلق أسباب التظاهر، ولكنها سهلت التواصل بين المحتجين، وبالتالي تحملها مسؤولية التظاهر هو تغاضي عن حقيقة وجود أسباب حقيقية، لكن يمكن القول بلا شك أنها سهلت التواصل، وهذا هو دورها، هي موقع للتواصل، وبالتالي سهلت التواصل ويسرت عملية التواصل بين المحتجين والغاضبين والمقموعين. مثلا أحمد العبان كتب عن هذه النقطة يقول: لا تنطفئ ثورة بسبب غلق الإنترنت، يستحيل أن تثور كل هذه الجموع في كل مدن إيران وينطفئ ذلك بين يوم وليلة بمجرد تقييد مواقع التواصل. ربيع الكالي يقول: هذا الكلام دليل على أن هذا نظام ديكتاتوري يسلب حريات المواطنين، فهو يحيل سبب المظاهرات في بلاده لمواقع التواصل الاجتماعي، هل هي من يقتل ويسجن وينهب أموال الشعب؟ من ناصر المدني مشاركة يقول فيها: هذه الوسيلة توفر أحيانا للشعوب المستضعفة متنفسا للتعبير عن معارضتهم لسياسات الحكام وممارسة بعض الضغوط على الحكومات. على تويتر مشاركة باسم تم الدعس عما حدث في إيران يقول أو تقول من أرسل المشاركة: عجبي من البعض يتظاهر في بلده ويقول أريد حقوقي، لكن ما يتحمل التظاهر في إيران ويخاف على الممتلكات الخاصة والعامة، دوما الشعوب تنتصر على الظلم. نحو الحرية مشاركة عن أوضاع مشابهة في دول عربية أخرى بها أيضا أسباب للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، يقول المشارك نحو الحرية: المواطنون يعانون من الفقر وارتفاع الأسعار والضرائب، بينما من الأمراء من يشتري سيارات مطلية بالذهب ليستعرضوا بها في أوروبا، الراتب ما يكفي الحاجة. يعني هذا هاشتاج انتشر كثيرا في الفترة الأخيرة. وسائل التواصل الاجتماعي برغم إيجابياتها الكثيرة إلا أن لها سلبيات كثيرة، وأظهر بسبب أن البعض بدل أن يجعلها وسائل تواصل جعلها وسائل تقاطع، فتجده يثير النعرات الطائفية ويحرض على العنف، يسب هذا، يشتم هذا، يحتقر هذا، يزدري ذاك، أيضا يشيع أخبار وإشاعات كاذبة، فلا بأس أن تفرض عليها رقابة محدودة وقوانين منظمة لوسائل التواصل. من دبي إيهاب خليفة، رئيس وحدة التطورات التكنولوجية بمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة في أبوظبي. في الحقيقة أي عملية تقييد أو تقنين لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن تأخذ في الاعتبار ثلاثة قضايا رئيسية: أولهم هي الخصوصية، وثانيهم الحرية، وثالثهم هي الأمن. كيف يمكن الحفاظ على خصوصية الأفراد وضمان حريتهم وفي نفس الوقت الحفاظ على الأمن القومي للدول وأمن الأفراد وسلامتهم؟ هذه هي المعادلة الصعبة التي إن استطعنا أن نتوصل إلى حلها كيف نضع المعايير المناسبة واللازمة لكي تحافظ على هذه الأمور الثلاثة، سوف نستطيع تقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت. هل ترى من وجهة نظرك أن هناك إجماعا ما أو شبه إجماع ربما على تعريف الأخبار الكاذبة حتى الآن؟
للأسف لا يوجد إجماع بسبب غموض المفهوم، ولكن يمكن الحديث عن نوعين رئيسيين هما يندرجان تحت نطاق المعلومات المغلوطة، أو هما هي الشائعات. والشائعات هي المعلومات التي تنتشر على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ويشارك فيها الأفراد بدون قصد، هي معلومات ظهرت إلى وسائل الإعلام ولكن لا يقصد بها في الحقيقة الإساءة، هي معلومة انتشرت ولكن بدون قصد في الأساس. هذه تندرج تحت نطاق الشائعات التقليدية، ولكن هناك نوع أخطر هو الذي بالفعل في حاجة إلى تقييد ورقابة، وهي المعلومات المغلوطة أو ما يعرف بالديس انفورميشن، وهي التي تندرج تحت نطاق حروب الشبكات، حروب الشبكات أو النتورز، وهذه هي تدخل في إطار الصراعات السياسية بصورة عامة، سواء كانت بين دول، بين أفراد، بين أحزاب، بين منظمات أو غيرهم، حيث يسعى أحد الطرفين إلى تغيير انطباعات واعتقادات ومفاهيم أنصار الطرف الآخر عبر نشر معلومات هو يعلم أنها خاطئة، ويسعى إلى ترويجها على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي بهدف الإساءة إلى الصورة الذهنية للشخص. أنا أقول أنه ليس بالضرورة رقابات، ولكن يجب تقنين هذا المجال. أولا وأخيرا مواقع التواصل الاجتماعي يملك الأشخاص وليست للدول أو منظمات بحد ذاتها، فأني يتم تقنين الأمر أكثر من أنه يعني يتم فرض رقابات، لأن الحرية الشخصية هي أهم بدرجة الأولى من إذن أنت ترى بأن الحرية الشخصية هي أهم، ولكن يعني كيف تصف نشر هذه المعلومات التي يراها البعض بالأكاذيب؟ نعم، أرى أن هنالك يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة يعني اللي هي تخدم مصالح الأشخاص ونشر أكاذيب وتحث على الكراهية. نعم أرى ذلك، لذا يجب أن أقول أنه يجب تقنينها وفرض نوع من الرقابة البسيطة، ولكن ليس التي يعني تدخل في حرية الأشخاص، ولكن تكون يعني تحت طائرة التقنين أكثر منها رقابة.